طب ليش مبسوط هالقد يا ابو طروس؟ عالزباله يا رودي، شو منك شايف البلد رح يغرق بالزباله؟ وهيدا الشيء بتشكر ربك عليه ابو طروس؟ اكيد رح يغرق بالزباله، بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح يصير اشهر من فينيز الغرقانه بالمي، ورح يصيروا السواح والعرسان من كل بلدان العالم يجوا لياخذوا صور تذكاريه فيه. شو؟ لك ايه، يمكن يصير اول بلد سياحي بالعالم، لانه هاي معالم مش موجوده الا بلبنان. مزبوط. لك ايه، كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك يا ربي. قربت تنحل الأربعة بعد الأخبار على الجديد.